ليس لبنان هذا ذاته الذي كان قبل عقد من الزمن. تناوبت على صخوره أمواج الأحداث مخلفة ندبا حينا وحينا آخر بعض اخدرار. بين أول العقد وآخره كثير وكثير من الأحداث، حرية فدم، فحرية فدم ودم وانتظار. خرجت إسرائيل من جنوب لبنان بعد نيف وعشرين عام من الاحتلال. خرجت تاركة وراءها المئات من جنود جيش لبنان الجنوبي المتعاون معها أواخر أيار مايو عام 2000، بعدما ارتفعت نوعية وكمية عمليات حزب الله واشتد ضغط أهالي الجنود عليها. كانت نقطة تحول مهمة في السياسة الدولية كما في السياسة اللبنانية، لأن إسرائيل لم تقبل بهذه الهزيمة، وكذلك لبنان كان يعني يتعرض خلال الفترة التي تلتها إلى مجموعة من الضغوط أوصلتنا إلى حرب تموز 2006. كما يحدث في كافة أنحاء العالم، بعد إخراج المحتل ينشأ هنالك نقاش حول المقاومة كوجود مسلح، هل تستمر أو لا تستمر، وهذا حدث في كل منطقة من العالم. عيد الحب الدامي، 14 شباط 2005، يوم آخر مفصلي في تاريخ لبنان. اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحرب، اغتيال ستتحكم نتائجه بحاضر ومستقبل لبنان، وسيبنى على ارتداداته تحول تاريخي في العلاقة بين لبنان وجارته سوريا. في هنالك خروج الجيش السوري من لبنان، ليس فقط خروج الجيش السوري، أنا أعتقد أن حدث نوع من التغيير ولو غير المنظور في طريق التعامل النخبة السياسية الحاكمة في سوريا مع الوضع اللبناني. تداعيات اغتيال الرئيس الحريري ربما تمتد عقودا وليس سنوات، لأننا ربما ما زلنا في البداية، وأن سنة 2011 ستشهد بداية حسب موعدنا بداية المحاكمات في قضية الرئيس الحريري، وهي محاكمات قد تدوم سنوات. أقل من عامين على اغتيال الحريري، على صوت آخر، صوت الحرب الإسرائيلية على لبنان. حرب تموز 2006 نقطة تحول أخرى في العقد اللبناني. كان لبنان هو مسرح لمنازلة بين الأمريكيين وبين الإيرانيين في مرحلة ما، ولهالسبب يعني ربما يكون هذا ظلم حزب الله أكثر من أي شيء آخر، مع أنه انتصر، في حين وظف الإيرانيون والسوريون اندحار إسرائيل ونجاح وانتصار حزب الله في هذه الحرب أنه نجاح لمشروعهم في المنطقة. بين الانسحاب الإسرائيلي واغتيال الحريري وحرب تموز، بدا لبنان مجددا على عتبة تحول جديد ستتوضح معالمه مع سنوات العقد العتيد. 10 سنوات من عمر قرن بدت وكأنها تأخذ لبنان باتجاه الصعود، لكن تسارع الأحداث فرض على المشهد الاتساع، وظهر جليا أن لبنان عالق في دوامة تدور إنما في ذات المكان. علي هاشم، بي بي سي، بيروت.